كانت سهل تنقول الا كانت جاتنا هذه الرساله ديال الصلح اليوم ربما شنو هي، لانه حنا اللي انتصرنا، شنو هي الرساله اللي كانت غتجينا لو كان ماشي حنا اللي انتصرنا. هذيك هي اللي ولكن الحمد لله ومزيان الانسان بدا كيتصلح حتى مع التراب ديالو ويرجع للقران الكريم تولى ويستدل به. راه حنا كنعتبروا هذه الخطوه الى الامام تولى، ولا كان ممكن يزيد يقرا شويه غيكتشف شي اخرى كثيره ومستقبل الله عز وجل. انا ما يقولش راه انا بقيه ورانا قاري القران داك الشيء. القران قراءته تسير في اتجاهين، الله تعالى كيقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فخاصني لا تقدر الا بغيتي شوف، ما عرفتش القراءه ديالك قبل كيفاش كانت. الحق اليوم انت شفناك بديتي كتحسن، الله يكمل عليك بخير.